السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاك جلال عبد ربه، اللي انا عايز اكلمكم على حاجة النهاردة، مش عارف انتوا عارفينها ولا ايه. بصراحة النت عندي اليومين اللي فات دول فصل ويقطع ويفصل ويقطع ويفصل ويقطع، وده طبعا جبت ناس بتوع التليفونات جم شافوا النت بتوع الشركة تيدات. المهم قالوا لي ان الراوتر عايز يتبدل. ليه؟ المهم دلوقتي سرعة النت طبعا هنا بقت 30 جيجا، المفروض انها كده، كان الاول هي 10 جيجا. وده الراوتر القديم، انتوا كلكم طبعا عارفين اللي هو ده، اللي هو الاي دي اس ال. دي النقطة اللي انتوا لازم تعرفوها، اي دي اس ال ده راوتر القديم وكلنا عارفينه، مش محتاج ان احنا نقول فيه حاجة. اي دي اس ال ده القديم اهو، خلاص ده اللي هو كان راكب عندي الاول. احنا جبنا بقى النهاردة من الشركة، بعدت جبت دوت اللي هو في دي اس ال. في دي اس ال ده تقريبا بيستحمل 30 ميجا بكسل لغاية فوق 30، يعني لغاية اعلى من 30 كمان. فاحنا جبنا الراوتر ده النهاردة يعني لسه جاي دلوقتي حالا اهوت، فانا هفرجكم عليه برضو كده عشان انتوا تبقوا عارفين لو انتوا السنترال عندكم هيحصل فيه مش تغيير في السنترال وفي السرعه، لازم تغيروا من اي دي اس ال لايه؟ للفي دي اس ال، للفي دي اس ال. وده شكل الراوتر اهوت، كل الحاجات دي طبعا انتوا عارفينها، الباور والحاجات اللي موجوده ديت. ودي الفتحات بتاعته اهي من هنا، هو في شكله يعني متغير شويه بس طبعا شكله كبير وغالي كمان على فكرة. الجهاز ب 600 جنيه يعني اغلى من ده بكتير، وهناك ب 400 برضو، هناك اسعار تانية. المهم انا حبيت اوريكم الجهاز عشان انتوا لما يحصل مشكلة في النت قلت افرجكم على العلبة بتاعته. وده الكتالوج بتاعه، وده الحاجة بتاعته هي الدي سي ال اهو، وهنا الاثنين للتليفون، وده السبليتر، وده الايه الادكتور بتاعه. يعني هو لسه هنركبه، وما ركبه ان شاء الله هشوف هيعمل ايه ويشوف المشكله اللي عندها تتحل والنت يبقى سريع تاني. لان طبعا انا بقول لكم عشان تعرفوا المعلومه، النت لو هنج عندك بعد ما السنترال سرعته بتزيد تغير من الاي دي اس ال للايه للفي دي اس ال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.